Hello. You know what it is. Hello. Hello. 안녕하세요. 안녕하세요 여러분. مرحبا بكم في قناتي. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أعلنت وكالة بلوك بيري وهي الوكالة المسؤولة عن فرقة لونا يوم 25 نوفمبر أن العضوة تشو قد طردت من الفرقة بسبب أخلاقها السيئة وإساءاتها اللفظية للموظفين، وهذه ترجمة لبيان الوكالة كاملا. مرحبا، معكم وكالة بلوك بيري كرياتيف. نحن نصدر لكم هذا البيان لنبلغ المعجبين أننا قررنا طرد تشو من فرقة لون اعتبارا من تاريخ 25 نوفمبر 2022. لقد كانت هناك العديد من التكهنات المحيطة بالعضوة تشو خلال العام المنصرم، لكننا لم نصدر لا نحن ولا عضوة فرقة لونا أي تصريحات حتى لا نتسبب بأي مشاكل قد تضر بالفرقة أو تثير قلق المعجبين. بناء على حب عضوات الفرقة للفريق ومراعاتهن للمعجبين، حاولن العضوات بذل قصارى جهدهن في أداءتهن ومحتوياتهن وعدم الحديث عما هو صحيح أو خطأ. ومع ذلك لقد علمنا مؤخرا أن تشو كانت تعتدي لفظيا وتستغل مكانتها لتسيء معاملة موظفينا، وبعد أن أجرينا تحقيقا شاملا اكتشفنا الحقيقة. موظفي وكالتنا قاموا بالاعتذار ومواساة الموظفين المتضررين، وقررنا أن نتحمل المسؤولية على هذا وطرد تشو من الفرقة. نود أن نعتذر رسميا للموظفين الذين تعرضوا لأذى كبير من هذا، وسوف نبذل قصارى جهدنا حتى يتعافون ويركزون على علاجهم ومن ثم العودة لحياتهم المعتادة. نود أن نعتذر أيضا للمعجبين الذين لطالما أحبوا ودعموا فرقة لونا طوال ذلك الوقت، ونطلب السماح منكم لأننا لم نتمكن من الحفاظ على لونا كفرقة من 12 عضو حتى النهاية. ستعود الوكالة وفرقة لونا إلى بداياتها وتعمل بأقصى جهد حتى لا يتكرر حدوث مثل هذا الأمر مجددا في المستقبل. عضوات فرقة لونا لم يعملن فقط من أجل نموهن الخاص، بل هن مدركات أيضا لما قدمه المعجبين لهن، وهو ما سمح لهن بالوصول إلى ما وصلن عليه الآن. لهذا هن لم يفعلن شيئا حتى لا يتسببن بالضرر للفرقة. الفرقة ستواصل حتى النهاية وترد الجميل للمعجبين على الحب والدعم الذي لطالما قدموه للفرقة. وأيضا ستتعامل الوكالة والفرقة باحترام وامتنان تجاه كل الموظفين. الوكالة ستبذل قصارى جهدها حتى ترد جميلهم، بأخذنا في عين الاعتبار تضحيات الموظفين وإخلاصهم. مجددا نحن نحني رؤوسنا اعتذارا للموظفين المتضررين والمعجبين عن هذه الحادثة. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. 안녕히 계세요. 감사합니다.